يا سلام على الحرية، إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ الواحد لو كان عارف إن سايبان بيت حلو كده كان سابه من زمان. ما أنت خلاص بقيت زبون، كل اللي قاعدين هنا زبايني، اتسرسبوا واحد ورا واحد. ياسر بقى الراعي الرسمي للسناجل والمطلقين. يا عم سامي، مش هتشوف لك بنت صغيرة كده تعلمك الموتوسيكل كده وتنبسط؟ لا موتوسيكلات إيه بقى؟ عندي ديسك، شوف لحد يلعبنا عشرتين طاولة. يبقى نجيب لك واحدة من على القهوة يا حاج سامي. ولد أنا بتاع القهوة برضو. بابا، عم سامي ملك دور المسنين. عم سامي ده عمنا كلنا، ملك الشقاوة والحواديت. حبيبي الله عليك يا عم سمسم يا عسل. أميرة، مش ممكن، أنا مش مصدق إن أنا برد عليك بصوت عالي وبقول اسمك كده من غير ما أكون مخضوض. والله. مصيبة مصيبة أنت. حسن شركة. يا جماعة مش هنسمع شوية مزيكا ولا إيه؟ لا مزيكة إيه؟ ده يا دوبك نمشي عشان عندنا طلعة الفجر. هتيجي ولا إيه؟ طلعت الفجر اللي هتطلعوها دي. إيه ده أنت مش طالع ولا إيه؟ لا مش طالع. مش طالع ليه؟ عشان زهقت. هو لازم كل طلعة نطلعها؟ أيوه بس أنا أوفيسر لازم أطلع مع الجروب ده. وهو الأوفيسر يعني ما ينفعش يعتذر؟ لا ينفع يعتذر بس لو في سبب. طب اطير انا بقى، هعدي عليكي بس بليز ما تقطعنيش كتير يا دودو. وانا امتى كنت نزلت في معادي؟ صراحه لا. باي. باي مع السلامه. هو انت فعلا طالعه معاهم الطلعه بتاعت الفجر دي؟ ايوه، ما انت سمعتنا واحنا كنا بنتفق هنطلع. وانت عرفت ان انا مش موافق. طيب مش عايز تطلع اتس اوكي يعني تمام، بس انا لازم اطلع عشان انا ليا وظيفه، يعني مش بطلع زيك. يعني ايه مش بطلع زيك دي؟ ادهم في ايه يا حبيبي؟ ايه المشكله؟ انا عايز اطلع، ما اظنش ان المفروض استاذن قبليها يعني، صح؟ لا مش مساله استئذان يعني، بس على الاقل تاخدي رايي. اخد رايك لو حاجه تخصنا احنا الاثنين، لكن دي حاجه تخصني انا لوحدي، ما اظنش المفروض يعني اقدم ريبورت عن يومي. هو انا دلوقتي لما ابقى عايز اطمن عليكي سامي ريبورت؟ وانا لما بقى عايز اعرف انت رايحه فين وجايه منين وخارجه مع مين وراجعه امتى، ده بالسامي ريبورت؟ ايوه. يعني هو الليترلي اللي انت وصفته ده هو تعريف الريبورت. انا ما بعرفش اعمل كده يا حبيبي، وانت عارفني انا بحب كده الدنيا من غير قيود. بعد ما تطلع معانا، انت مش عايز تطلع معانا ليه؟ انت وراك ايه؟ ما انت قاعد ما بتعملش حاجه وما بتروحش الشغل. لاني مش عايز اطلع خلاص، انا زهقت من الحكايه دي. وعشان كده انا ما قلتلكش، عشان عارفه ان انت مش هتعوز تطلع. خلاص بقى يعني الموضوع مش مستاهل يا روحي. لا مستاهل، انا ما بحبش ابقى زي الاطرش في الزفه. طب خلاص، ايه رايك الويك اند الجاي نقضيه مع بعض لوحدنا؟ تصبح على خير.